أمة عربية واحدة، لغتنا واحدة وجغرافيا واحدة، ما هو المانع؟ نقول في هذا المشروع الاتحادي الذي ينشأ من رؤساء وأمراء وملوك، وهو يشكل السلطة العليا للاتحاد، ورؤساء مجالس الوزراء هم السلطة التنفيذية والمجالس الوزارية والسلطة التشريعية من مجالس النواب والشورى وإنشاء محكمة العدل العربي لفض المنازعات، وكذا إنشاء مجلس دفاع وأمن ليدافع عن هذه الأمة، وأن يقر هذا الاتحاد موازنة اتحادية بحسب الدخل القومي، وإذا ترفض الدخل القومي فعلينا أن نعمل موازنة متساوية دون الدخل القومي، لأننا لا نريد أن نسطو على ثروة أحد، نريد قوة عربية متماسكة لمواجهة هذا الطرف ولمواجهة هذا التحدي. اقتراحك تمت الموافقة عليه وسنناقش تفاصيله. من خلال متابعتنا للأحداث والتطورات الإقليمية والدولية لا بد أن يفعل العمل العربي المشترك. نحن نقول الجامعة العربية أدت واجب عظيم وممتاز ورائع في وقته. لا بد أن نطور منظومة العمل العربي، لا نهتم بالشكليات والإسم، كيف نطور منظومة العمل العربي المشترك؟ سموها ما شئتم، وإذا كان هذا الحديث حول تطوير منظومة العمل العربي حيحدث سوء فهم داخل المجموعة العربية، فأنا أقترح لا يناقش ولا يجمد. خلونا نحافظ على ما تبقى من التضامن العربي في إطار ما يسمى بالجامعة العربية، ولا لا بأس نناقشه ونناقش حيثياته ونناقش خلفياته، هذه تطوير العمل العربي المشترك. خلونا ناخذ ميثاق جامعة الدول العربية، خلونا ناخذ الميثاق ونجعلها منظومة متكاملة، مش ناخذ فيها في العمل العربي المشترك من هذا الميثاق ما نريد، ناخذها كوثيقة وطنية أو كوثيقة قومية ونفعلها بكل نصوصها، منها اتفاقية العمل العربي المشترك، المجلس الاقتصادي الأعلى، إنشاء حكومة فض المنازعات، إنشاء يعني هذه موجودة أيضا في ميثاق جامعة الدول العربية. إذا مزعج لبعض الإخوان كلمة اتحاد الدول العربية شيلوا، فعلوا ميثاق الجامعة العربية ونجمد، ما دام هي هذه تدينا إلى سوء فهم وتسطع في العلاقات الأخوية والثنائية، جمدوها.